أحرز الجيش الوطني اليمني تقدما باتجاه صنعاء بإسناد جوي من التحالف العربي بقيادة السعودية، حيث تمت السيطرة على أولى قرى مديرية إرحب، وبذلك يصبح مطار صنعاء في مرمى نيران الجيش اليمني. في سياق متصل، كثفت طائرات التحالف العربي والبوارج الحربية قصفها لمواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي ورئيس المخلوع علي عبد الله صالح في مناطق الساحل الغربي لليمن.